ابعاد الناس، او يعني انها تكون سبب في حصد او تشارك في حصد بطولات، وبطولات مؤثره وبطولات تاريخيه ما تقدرش تمحيها غصب عنك. لازم لما تيجي تذكر 2006 و8 و10 هتذكر جيل بقياده حسن شحاته، شوقي غريب، حماده صدقي، احمد سليمان. ضيفنا النهارده طبعا هو النجم الكبير كابتن احمد سليمان، اللي ليه دور كمان في لما تيجي بقى تبص على تاريخه. طب هو هل 2006 و8 و10 بس؟ لا، لما تيجي ترجع بقى في نادي الزمالك هتلاقيه واخد 2 دوري كمدرب لحراس مرمى في 90 91 91 92 وبطولة أفريقيا 93. لما تيجي تبص على أهم الحراس اللي مروا على تاريخ الكرة المصرية، الأعظم طبعا هو عصام الحضري، فتلاقي مدربه هو أحمد سليمان. لما تيجي تبص على نادي الزمالك من أهم الحراس اللي مروا على تاريخه نادر السيد وحسين السيد في بطولة 93، هتلاقي برضو مدربه أحمد سليمان. ساب ده كله، كان من المفترض ان هو يكمل ويفضل موجود كمدرب حراس مرمى، واحد عنده تاريخ كبير بيستمر فيه، فبالتالي يقول لك انا هفضل في الكارير بتاعي. لا، ساب ده كله وراح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك. برضه كان ليه دور مميز جدا في التوقيت اللي تواجد فيه كعضو مجلس اداره، ثم ترشح لرئاسه نادي الزمالك في الانتخابات اللي فاتت اللي فاز فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبالتالي خد كارير مختلف كارير إداري. معانا ومعاكم النهارده الكابتن أحمد سليمان علشان نتكلم في حاجة مهمة، هي كيفية استثمار فوز المنتخب الأولمبي على البرازيل والأداء المميز اللي ظهرنا بيه، إلى جانب فوز مصر على توجو 3-1. كابتن احمد برحب بيك. اهلا بيك يا اسلام والساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. منور. بس نسيت حاجه مهمه في السي في اللي انت قلته ده. قول لي. السوبر 94. السوبر 94. اللي هو اول سوبر. اول سوبر كان اهلي وزمالك. اللي كان في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا، وانا مع المرحوم العظيم الكابتن الجوهري. كنت انا مع مدرب حراس مرمى، ودي من احلى الفرحات اللي شفتها في تاريخ حياتي. والله. لسه كنت عندي 30 سنه وتاخد بطولتين دوري وبطوله افريقيا. مع كابتن الجوهري وبتشتغل مع واحد عظيم زي كابتن الجوهري. اكتر من الثلاث بطولات؟ لا، في افراح كده ولا طعم مختلف؟ لا، اللي هي بتاعت 93 اول فرحه كانت جامده جدا. انت في كان ليها حاجتين مهمين جدا، ان انت كسبت المنافس ليك القوي اللي هو النادي الاهلي، وخدت بيه بطوله افريقيا، وكان بره مصر، وكان حدث جديد يعني. ان شاء الله الحدث اللي جاي يكون زيه كده، وحدث عظيم لمصر كلها. وفي نفس الوقت طبعا بقى ثالث العالم ده كان ليه احتفاليه خاصه، مع انه كان ولاد 19 سنه، لكن كان في تجربه صعبه بتاعت 7-1. ماتش الارجنتين. الماتش ده كان من النقط السوداء يعني في تاريخ حياه الواحد. بس بعد 48 ساعه بعديها ربنا بيكرمك، وبتخلي محمد صبحي برضو عمل ماتش جامد جدا، احسن مباراه في تاريخ حياته في فنلندا. لكن طلب بطولات امم افريقيا بقى وكاس القارات، دي فرحه بقى مع السن الكبير شويه. افضل حارس بالنسبه لك، يعني بالنسبه لك هو انت دربته عصام الحضري؟ طبعا عصام الحضري. النتائج بتقول كده. النتائج. حارس مرمى امكانيات كويسه، كان نادر السيد او حسين او محمد صبحي، حراس مرمى مميزين. لكن عصام الحضري معايا اتنقل نقله تانية خالص. وانا اتنقلت مع نقله تانية تانية، ان انت خدت 3 بطولات امم افريقيا، وخد هو اعلى سي في كحارس مرمى في تاريخ مصر. طبعا هو كمل بعد كده وراح كاس عالم وحاجات اكتر واكتر، وعصام يعني يستحق اكتر من كده. لكن عصام الحضري بالنتائج وبالامكانيات الفنيه من احسن حارس في تاريخ الكره المصريه. رغم ان في الفنيات اكرامي كان من اعلى الحراس. طبعا اكرامي الكبير. اكرامي الكبير. طبعا ربنا يديله الصحه. طبعا على تاريخ، احنا بنتكلم على تاريخ حراس المرمى ككل. بالظبط. لكن عصام الحضري بامكانياته، وعصام الحضري في سن 31 سنه لم يحقق شيء مع المنتخب. كان قبليها في 2004 كان الكابتن محسن صالح ما كانش واخده من الثلاثه. اللي قبليها برضه ما كانش من الحراس الاساسيين. لكن بدايه عصام الحضري الحقيقيه حتى اعتزاله اخيرا يعني، كان في من وعنده 31 سنه في 2006 حتى اعتزاله بعد كاس العالم.
وده التاريخ القوي لعصام الحضري. دي حقيقة. وطبعا مشاركة في كأس العالم الفترة دي حقق مع النادي الأهلي ثالث العالم في اليابان، كان في الفترة دي برضو يعني خد قرار صح.